وهدف جميل 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 لادريان لوبيز، الهدف الثاني ليه للوبيز، الهدف الثاني ليه بتمريره اماميه. خدعونا لاخر دقيقه من الدقيقه كده، يعني في اخر دقيقه من المباراه او في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 90 يحط هدف الثاني عشان تصبح 3-1. وخطا قاتل، بص حضراتكم الكره البينيه، يا سلام هنا طالما طلعت لازم تروح، طلع ووقف، انت ما كنتش تطلع خالص، وحجازي بيقول له انا معاه، معلش هي الاخطاء بتتكرر من كده، ولازم حارس المرمى هو طلعت، لا مسكت ولا سبت حجازي، و3-1، 3 المنتخب الاسباني الاولمبي، 1 المنتخب المصري. احرز اهداف مروان محسن في الدقيقه 87 من الشوط الاول، انتهى وتقدمنا، ثم اضاف المنتخب الاولمبي بثلاث اهداف، لوبيز هدفين في الدقيقه الرابعه والدقيقه 90، وكوكي في الدقيقه 28 من ضربه جزاء في الشوط الثاني.